أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام. بالتأكيد كنا بنتابع مع حضراتكم جهود الدولة المصرية في احتواء صدمات الأزمات الاقتصادية المتتالية التي عصفت بالعالم وبالتالي بمصر. برحب مع حضراتكم للمزيد من التحليل بضيفي في هذا الحوار السيد المستشار الدكتور عادل المسلماني، الرئيس التنفيذي للاتحاد الأفرو أسيوي الخبير الاقتصادي. سيد المستشار منورني، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك. لو بنتكلم عن جهود الدولة المصرية في احتواء الصدمات لازم نتكلم عن تاريخ المرحلة اللي فاتت من الناحية الاقتصادية، بتشوف هذا الأمر إزاي؟ احنا عايزين نقول الأول إن الصدمات ما كانتش صدمات خاصة فقط بمصر، ولكنها كانت صدمات عالمية. بدأت بأزمة الرهن العقاري في 2008، ثم الحرب التجارية الصينية الأمريكية، ثم أزمة كورونا وما تبعها، ثم أزمة الروسية الأوكرانية. عايز أقول إن الدولة المصرية مع بداية ولاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ما كانتش خياراتنا كتيرة، كان الاحتياطي النقدي بتاعنا 11 مليار، كان نسبة الاحتياطي النقدي على الدين العام ما بتزيدش في أحلى صورها عن 26%، كنا على شفا الإفلاس، على حافة الإفلاس، الطلبات الفئوية كانت شديدة، وكانت الخيارات شبه معدومة أمام القيادة السياسية. ولكن الحقيقة خطة الدولة في عمل مجموعة من المشروعات الاستراتيجية سريعة العائد وعالية العائد، لا سيما مشروعات الأمن الغذائي، الأمن الغذائي الداجني أو اللحوم الحمراء أو الأمن الغذائي في الثروة السمكية أو كل أو الاستصلاح الزراعي وما إلى ذلك، الاستصلاح الزراعي أو الصوب الزراعية، كل هذه المشروعات، ترشيد استهلاك المياه، تبطين الترع، كل ده أدى إلى أن احنا أصبح عندنا بنية تحتية قوية تحملت مجموعة الأزمات الدولية اللي جت بعد كده. صحيح. فالاقتصاد المصري عايز أقول أنه أصبح عنده القدرة على التحمل، القدرة على الصمود. هو الوضع مش 100% تمام، لكن على الأقل إحنا عندنا الأرضية اللي بنقدر من خلالها نتحمل الصدمات. النهاردة إحنا عندنا الاستثمار في مجال الكهرباء أدى إلى أن عندنا كهرباء زائدة، بنبيع كهرباء تقريبا لكل الدول المحيطة. الاستثمار في مجال شبكات الكهرباء أدى إلى أن شبكات تحملت الأحمال الإضافية اللي أضافتها المحطات الجديدة. استثمار في المجال الزراعي أدى إلى زيادة الرقعة الزراعية أفقيا ورأسيا. استثمار في مجال الأمن الغذائي، لحوم، بدائل اللحوم زي الأسماك والدواجن، اللحوم الحمراء، وبقت موجودة بشكل جيد. فأصبح عندك بنية تحتية تتحمل لما يكون في أزمات، ما يعملكش اهتزاز كتير قوي من رأس المال المستثمر، استثمر في مشروعات بنية تحتية. بخلاف ان انا النهارده لو جبت راس مال استثمر في سندات خزانه او اذون يحصل انه يهرب بسرعه ويقال عليه الاستثمار الساخن، ما لاقيهوش في اي ازمه. ولكن النهارده رغم وجود ازمات اقتصاديه فعليه حقيقيه، ازمه الحرب التجاريه الصينيه الامريكيه دي ازمه برضو وضعت العالم في 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 لان النهارده اصبحت امريكا تضع قيود على المنتجات الصينيه، في المقابل الصين أصبحت تخفض من سعر عملتها، كل ده بيؤثر على الاقتصاديات الناشئة. أزمة الرهن العقاري أثر بشكل قوي جدا على الاقتصاديات الناشئة، لا سيما أن كل احتياطياتنا موجودة بالدولار الأمريكي. فلما يحصل أزمة حقيقية في الرهن العقاري في أمريكا يؤدي بالتالي إلى وجود أزمة عندنا. الأزمة بتاعت كورونا وموضوع الإغلاق التام وموضوع وقف ارتفاع أسعار الشحن، كل دي حاجات أدت لها أزمة كورونا، ومع ذلك الدولة المصرية تمكنت أنها تتخطى هذه الأزمات كلها وتخرج بنسب ناتج قومي محلي مرضية طبقا للنسب في باقي الدول في أفريقيا وباقي الدول في المنطقة العربية. سيادة المستشار، يمكن احنا متابعين تطورات الأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية. النهاردة البنك المركزي الأمريكي الفيدرالي بيرفع سعر الفايدة 75 نقطة، تبعات هذا الأمر وحاجة بتشوف؟ لأن الحقيقة في يمكن تحليلات دولية بتقول أن العالم والولايات المتحدة الأمريكية تحديدا مقبلة على عام من الركود التام، مش بس ارتفاع تضخم ولكن دخلنا في مرحلة الركود، أصبحنا بنتكلم على هذا الأمر. تداعيات هذا الأمر على مش بس مصر، على اقتصاديات العالم. هو من المتفق عليه الأول أن هي دورة اقتصادية تضخم،
يحصل رفع لسعر الفايده يؤدي الى الركود. ركود. فاحنا بنتكلم على وفي الحالتين بين كل ركود وتضخم بيحصل حاله من النشاط الجزئي. النهارده الولايات المتحده لما بترفع سعر الفايده على الدولار معناها بتحمل غيرها فاتوره يعني دينها. الديون الواقعه على الولايات المتحده الامريكيه وهي الدولار الامريكي مقابل احتياطي نقدي عالمي، ده معناها ان كل اقتصاد ناشئ وكل اقتصاد نامي الفاتورة العبء عليه بتزيد، يتحمل العبء عليه بيزيد. وبعدين جميع الاستثمارات الساخنة في سندات الخزانة وفي أذون الخزانة كله بيهرب وبيروح لأمريكا لأن أمريكا عرفت سعر الفايدة، فبالنسبة له استثمار أكثر أمنا. لكن اللي احنا بنسعى إليه مش هذا النوع من الاستثمار، احنا عايزين الاستثمار اللي يكون في مشروعات حقيقية على أرض الواقع، عايزين الاستثمار المحلي والخارجي اللي يجي يضيف للناتج القومي المحلي، يضيف للعملية التصنيعية الموجودة في البلد، يضيف لجودة المنتج علشان أقدر أكون منتجي منافس. كل ده هي منظومة واحدة. بس عايز أقول أن الدولة المصرية في الثمان سنوات الأخيرة الحقيقة أدائها اقتصاديا كان أداء راقي رغم وجود كل هذه العواصف. تخيل الموقف أنك أنت في مركب صغيرة وفي مهب الريح في عاصفة في وسط البحر، أنك أنت تستطيع بما لديك من أدوات مركب صغيرة ومقاديف تقدر تتنافس هذا المهب الريح القوي جدا وتتخطاه وتوصل لمراحل آمنة. ولغاية النهاردة الحمد لله احنا ما زلنا حتى هذه اللحظة في المرحلة الآمنة، تصنيفنا الائتماني ما تغيرش، ما زلنا برضو B1. فكل ده مجتمع بيقول ان احنا ماشيين في اتجاهات سليمة. طيب سؤال، ما بيعتبر سيادتك خبير اقتصادي والحقيقة عندك تجارب سابقة متعددة، يعني هل شرط ان الفيدرالي الامريكي لما يرفع سعر الفايدة البنوك المركزية على مستوى العالم ترفع سعر الفايدة عشان تحقق نوع من التوازن؟ الحقيقة احنا شفنا ده في المرتين اللي فاتوا. ده طبيعي في مقابل رفع سعر الفايدة في الفيدرالي الامريكي قلنا قبل كده في اكتر من لقاء ان في حباية صداع ان انا لازم ارفع سعر الفايدة عندي، يعني حتى لو كانت بالظبط عشان اقلل من حجم التضخم الموجود في السوق من ناحية، ومن ناحية تانية احافظ على حجم الاستثمارات الموجودة عندي بالجنيه المصري او بالعملة الاجنبية، لان طبيعي الاصحاب زون الخزانة هيجي بسرعة يصفي ويسحب فلوسه لان دي كلها يعني استثمارات قصيرة الاجل، ويلجأ الى الاستثمار في الدولار مباشرة بانه يشتري سندات الخزانة الامريكية. فطبعا في كل مره هم هيرفعوا، الحل الامثل السريع علشان انا ما اعش في مشكله تضخم او هروب راس المال الاجنبي ان انا لازم احرك سعر الفايده عندي شويه. اتحرك اخر مره البنك المركزي حركه تقريبا 2%، دي الحلول الواقعيه السريعه. لكن لازم الحقيقي لازم كل البلد تفهم ان لازم يكون في حل دائم وهو رفع مستوى الصناعه المصريه وزياده الصناعات المصرية، جذب رأس المال، جذب الاستثمار المحلي والأجنبي، وجذب حقيقي وفعلي، وضع مجموعة من الحوافز والضمانات اللي تخلي المستثمر يعني لعابه يجري ان يجي عندك. زاد انك انت الحمد لله انت في موقع جغرافي فريد، وموقع جغرافي ده من السهل جدا ان هو يجذب عندك المستثمرين. يعني الحقيقة يا فندم لحد النهارده مش عارفين نستفيد من المزايا اللي ربنا خلقنا بيها، اللي هي متعلقه بالموقع الاستراتيجي، بالمزايا المتعلقه بالعماله، حاجات كتير جدا لحد النهارده. اضف الى ذلك انت النهارده بتربطك اتفاقيه الجافتا مع الدول العربيه، وممكن تكون بوابه جيده لكل الدول العربيه. صحيح. تربطك اتفاقيه الكوميسا مع 21 دوله افريقيه، وعندك بنيه تحتيه وعندك كهرباء وعندك غاز وعندك طرق. تربطك برضو اتفاقيه اليوتا مع الاتحاد الاوروبي، يعني انت ممكن قوي تكون بوابه حقيقيه للمنتج الصيني والمنتج الاسيوي ان يخش من خلاله لاسواقه في اوروبا وفي الوطن العربي وافريقيا كبوابه حقيقيه، لو قدرت تعمل قيمه مضافه تصل الى 40% على المنتج، وده هيؤدي انك انت هتعمل برامج تدريب عندك ترفع من جوده منتجك، هيؤدي انك تخش في انتاج مجموعه من الصناعات ما كانتش موجوده، هتخش انك انت تزيد نسبه التقنيه، منتجك هيبقى منافس. صحيح. فدي الناس هتجيلك عشان تعمل توطين للتكنولوجيا وتنقلها من خلالك. لا شك. يعني ايه دخول العالم في حاله من الركود الاقتصادي عادل بيه؟ المشكلة لو العالم دخل في حالة ركود اقتصادي معنى كده ان العرض اكتر من الطلب. معنى كده العرض كتير ومفيش طلب. مفيش طلب لاسباب عديدة، اهم سبب ان رؤوس الاموال ما بقتش موجودة،
البنوك استحوذت البنوك استحوذت على كم كبير من الاسهم لارتفاع سعر الفايده. انا النهارده معايا 10,000 دولار بدل ما انا اخش اعمل بيهم عمليه انتاجيه احطهم في البنك يجيبوا لي كل هيجيبوا لي مبلغ محترم وخلاص وانا كده مريح دماغي. فلو دخلنا في حاله الركود الاقتصادي ده واحنا اصلا الاقتصاد العالمي اقتصاد مريض اقتصاد مدين باكثر من 254 تريليون دولار فده هتخش في مشكله عالميه كبيره جدا وهيبقى من الصعب جدا التحكم في سعر السلع. ولذلك احنا برضو داخلين هذه المرحله واحنا عندنا فكر اقتصادي وعندنا خطه من المفروض ان كلنا نتكاتف حول القياده السياسيه ونعمل ليل نهار. الحل الوحيد هو العمل ثم العمل ثم العمل. طيب البعض لما بنتكلم على الازمه الاقتصاديه وعلى كل الاجراءات اللي بتاخدها الدوله المصريه بيتكلم على تعظيم اليات الرقابه على السوق المصري من خلال الاجهزه الرقابيه، حضرتك بتشوف ازاي الامر ده ينضبط؟ الحقيقه اهم شيء دلوقتي من اهم شيء في المنظومه الاقتصاديه ان يكون دور الرقابه دور صارم وحقيقي. لان التلاعب التجار والتلاعب في الاسعار عمليات الحرق او ارتفاع الاسعار في الحالتين ده يدمر السوق. مش مستحمل اي تلاعب من التجار او من راغبي الثراء السريع الفاحش. فلازم يكون في رقابه حقيقيه، رقابه على الجوده، رقابه على الاسواق نفسها، رقابه على عمليه البيع. عمليه البيع داخل السوق دي عمليه كتير جدا من المفكرين الاقتصاديين العالميين زي فرانسوا كينيه وزي كارل ماركس حطوا لها جداول. دخول كل طبقه من طبقات المجتمع بقد ايه في هذه العمليه، دوران راس المال في هذه العمليه، راس المال جزء منه بينتقل من جيب الى جيب وجزء منه بيكون دخل حقيقي مقابل انتاج حقيقي. لازم احافظ على المستوى بين الجزئين دولت يكون الدخل الحقيقي لا يقل عن 60% والدخل الناقل او الانفاق الناقل لا يزيد عن 40% علشان احافظ على السوق بدون تضخم وبدون كساد ويبقى مستوى النشاط طبيعي. ده كل ده بدون رقابه يبقى احنا بننفخ في ربما مخرومه. كلام مظبوط، كلام مظبوط. اي خلل في المنظومه هيضيع كل جهد الدوله. بننفخ في ربما مخرومه. كلام مظبوط. برضه فكره ارتفاع سعر الدولار الجمركي، حضرتك شوف تاثيره على السوق ازاي خاصه الحاجات اللي احنا بنستوردها يعني. من الطبيعي ارتفاع سعر الدولار الجمركي هيؤدي الى ارتفاع سعر السلع المستوردة. لان انا كنت باخد دولار جمركي 16 فبقى 18 مثلا شيء. صحيح. ففي الحاله ديت سعر السلع هيزيد هيتحمل في سعر السلع ولكن احنا نقدر نتخطى دي ازاي؟ اولا ان احنا نقلل من استيراد السلع الاستهلاكيه. ان احنا السلع اللي نجيبها تكون سلع وسيطه، سلع تدخل في عمليه انتاجيه فبيكون لها حوافز اخرى تعوض فرق سعر الدولار اللي حصل. وزائد ان احنا نحاول نرفع منتجنا المنافس يكون على نفس مستوى جوده السلع المستورده فنتخطى مشكله ارتفاع سعر الدولار الجمركي. دي رحله طويله جدا. نورتني بكل هذا الكلام الرائع اللي دايما بنستفيد من سيادتك بيه. بشكرك السيد المستشار الدكتور عادل المسلماني الرئيس التنفيذي للاتحاد الافرو اسيوي الخبير الاقتصادي. نورتني في هذا الحوار. شكرا جزيلا. بكده مشاهدينا الكرام وصلنا مع حضراتكم لختام فقرات من القاهره هذه الليله. بعد قليل زميلتي دينا ابو الفتوح وجوله صحفيه جديده في امان الله.